إذا نبقى دائما مع المصاب الجلال، ننتقل بالمباشر مع مفتي زون النهار طاهر بن زين الذي يتواجد رفقة الأمين العام لحجب التضحية الوطني جمال ولد عباس. تفضل طاهر بن زين. اهلا زهور واهلا بمشاهدينا الكرام. نعم، نحن الان بمقبره سيدي يحيى بالعاصمه، اين سيوارى ثرى المجاهد العقيد محمد صالح يحياوي. ويحضر معي في هذه الاثناء الدكتور جمال ولد عباس الامين العام لحزب جبهه التحرير الوطني ليقول كلمه في مصاب جلال. والله يعني كل شعب وكل دوله لها عمالقه، محمد صالح يحياوي كان من عمالقه، رجل مثالي، نموذج للشباب والاجيال الصاعده. عرفناه كمجاهد، عرفناه كمناضل، عرفناه كمسؤول في الدولة من شرشال، وبالخصوص كأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني من 76 إلى 80. وهذه المرحلة للأفلان كانت مرحلة جد هامة، لأنه أعطى حيوية، أعطى نشاط، صنع رجال وصنع مسؤولين، ونادى كل المثقفين للجبهة. بقينا لحد الآن، احنا نستغل في هذا اللي قام به كمسؤول الأفلان، ولكن كذلك في نفس الوقت في مجلس الثورة كان من هؤلاء اللي يقولوا الكلمة نتاعهم مع أبو مدينة، هو السي عبد العزيز بوتفليقة، ربي يرحمه ويوسع عليه. احنا فقدناه كعملاق، نأمل يكون نموذج للأجيال الصاعدة. كان رجل، عفوا على التعبير، ارقاز، ربي يرحمه ويوسع عليه. شكرا سيد الدكتور جمال ولد عباس. نعم زميلتي زهور، سنوافيكم بتفاصيل حول الجنازه وتشييع جنازه الراحل المجاهد العقيد محمد صالح يحياوي خلال الساعه الاخباريه. نعم شكرا لك طاهر بن زين.